بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 103. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الشركة: باب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب المساقات. المساقات مأخوذة من السقي، هو سقي الزرع أو الأشجار بالماء، هذا من ناحية اللغة. أما تعريفها شرعا فهي دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه ويقوم بمصالحه بجزء من الغلة. والمساقات على هذا النمط جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها بشطر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع. وأما الإجماع فقد أجمع عليها الصحابة، فهو إجماع قديم. نعم. قال رحمه الله: تصح على شجر له ثمر يؤكل. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، أما إن كان ثمره لا يؤكل إنها لا تصح المساقات عليه. نعم. وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه. وتصح المساقات على ثمرة غير موجودة بل هي متوقعة، وعلى ثمرة موجودة حين العقد لعدم الفارق بينهما. وتصح أيضا على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، وهذا ما يسمى بالموارسة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. ويعمل عليه. قال: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. يعمل عليه بمعنى يسقيه ويخدمه ويعمل كل ما يتطلبه صلاح هذا الثمر ونضجه وتمامه من سقي وتسميد وتأبير وغير ذلك. نعم. قال: بجزء من الثمرة. أن تكون المساقات بجزء من الثمرة مشاع كالربع والخمس، والباقي لصاحب الشجر. فإذا عين نصيب العامل فالباقي من الغلة يكون لصاحب الشجر تبعا لشجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والشطر معناه النصف، فيكون النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف الثاني لليهود لأهل خيبر الذين ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخيلها. نعم. قال: وهو عقد جائز. نعم، المساقات عقد جائز، والعقد الجائز هو ما يجوز للطرفين فسخه متى شاء، بخلاف العقد اللازم فإنه لا يجوز لأحد الطرفين الفسخ إلا بإذن الآخر. نعم. فإن فسخ المالك قبل. والصحيح أن المساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا، لأنها إذا كانت
عقدا جائزا يلزم الضرر على أحد الطرفين، فهي عقد لازم إلى أن تنتهي مدتها، أو على الأقل تنتهي الثمرة الموجودة وتصلح للاستهلاك. لأنه لو فسخ قبل تمام الثمرة وقلنا له ذلك والعقد جائز، حصل الضرر على الطرف الآخر. نعم. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. هذا على المذهب أنها عقد جائز. يتفرع عن هذا أنه إذا فسخ المالك أي صاحب الشجر قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة عن عمله، والثمرة تكون كلها لصاحب الشجر لأنها تابعة لملكه وهي من نتاج ملكه. نعم. وإن فسخها هو فلا شيء له. وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه أبطل حقه. نعم. وأما إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فهي على ما شرطاه. نعم. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح. نعم. يلزم العامل، هذا فيه بيان ما يلزم العامل ويلزم صاحب الأصل، ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الأصل في المساقات. يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، ويلزم صاحب الأصل كل ما فيه صلاح الأصل. فيلزم العامل الحرث، حرث الأرض لأجل تنمية الثمرة، لأنها لو لم تحرث الأرض تحت الشجر لا تضرر الثمر. وكذلك السقي، لأن يستنبط الماء من البئر ويوزعه على الأشجار ويسقيه، لأنه لو لم يسقى لتلف الثمر. وكذلك الزبار، وهو قطع العروق الرديئة في العنب وغيره، فيقطع كل ما يؤذي الشجرة وينقص من محاصيلها، هذا هو الزبار. نعم. قال وتلقيح وتشميس وتلقيح للثمرة، تلقيح للثمار، لأن الثمار تحتاج إلى تلقيح إذا تفتحت، بأن يوضع فيها ثمر الفحل حتى تصلح، فلو لم تلقح فإنها لا تصلح. هذا يلزم العامل لأنه من صلاح الثمرة. وكذلك التشميس، إذا قطعت الثمرة وهي تحتاج إلى تجفيف ووضع في الشمس، فإن وتنقل إلى مكان الشمس، كل هذا على العامل، عليه الجذاذ والحصاد، وعليه التشميس أي وضعها في الشمس حتى تنضج. نعم. وإصلاح موضعه، إصلاح موضع التشميس، إذا احتاج موضع التشميس إلى إصلاح ونقل للحجارة منه وتهيئة له حتى يصلح لوضع الثمرة فيه، فتكاليف إصلاح الموضع تكون على العامل. نعم. وطرق الماء، عليه إصلاح طرق الماء أي السواقي، إذا تسددت أو حصل فيها شيء يمنع وصول الماء إلى الشجر فهذا على العامل إصلاحه. والحصاد والجذاذ وكل ما فيه تخلية الثمرة من الشجر، هذا يكون على العامل وعليه مؤونته، لأن هذا كله من إصلاح الثمر. نعم. قال وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد على حائط. على رب المال ما يصلح المال، يعني ما يصلح الشجر، كسد الحائط، إذا الجدار الذي يكون على البستان إذا تهدم، فإن على صاحب البستان أن يبني الجدار، لأن هذا يحفظ الثمرة من الأخذ ومن التطرق في البستان. نعم. كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب. إجراء الأنهار، إذا توقفت الأنهار واحتاجت إلى عملية حفر، أو احتاجت إلى رافعات، مكاين ترفع الماء، أو إلى غير ذلك، يعني توقف
إجراء جري الماء على نفقة، فإن نفقة إجراء الماء من البئر أو من النهر تكون على صاحب الأصل لا على العامل. نعم. والدولاب ونحوه. الدولاب هو الذي تديره الدواب، هو الآلة التي تديرها الدواب على البئر لاستنضاح الماء، فإصلاح الدولاب على صاحب الأصل، أما تشغيل الدولاب بعد إصلاحه فهذا يكون على صاحب على العامل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. المزارعة معناها أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الغلة كالثلث أو الربع أو الخمس، وهي عقد جائز، وذلك بالسنة وبالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بجزء مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وبعض الفقهاء يقولون أنه يدفع الأرض والبذر، يدفع الأرض والبذر على من يزرعه ويعمل عليه حتى يثمر، والصحيح أنه يكفي دفع الأرض، وأما البذر فيكون على فأما البذر فيكون على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفع البذر لأهل خيبر، وإنما زارعهم على الأرض وساقاهم على الشجر، ولم يدفع إليهم الغراس والبذور، فدل على أن ذلك على العامل. ولهذا سيقول المصنف في آخر هذا الفصل: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس. نعم. قال: ولا بجزء معلوم، معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. نعم. المزارعة تكون بجزء معلوم النسبة كالثلث والربع والخمس، ويكون مشاعا مما يخرج من الأرض، والباقي يكون للعامل، فإذا بين نصيب صاحب الأرض فإنما بقي من الغلة يكون للعامل، والعكس إذا بين نصيب العامل من الغلة فإن الباقي يكون لصاحب الأصل، فلا بد من بيان ما للعامل أو ما لصاحب الأرض، وإن لم يبين لم يصح العقد للجهالة ولحصول النزاع. كذلك لو قال له: أدفع إليك هذه الأرض بشرط أن تعطيني 1000 كيلو من الغلة، 1000 كيلو من التمر، فإن هذا عقد باطل، لأنه لا يضمن أن تثمر الأرض 1000 كيلو من البر أو من الشعير، فقد لا تثمر غير هذا المقدار فيبطل حق الآخر، أو لا تثمر شيئا فيضيع حق العامل. فإذا جعل النصيب جزءا مشاعا لم يحصل غرر، وهذا الجزء المشاع يقل ويكثر أو لا يوجد إذا لم يوجد غلة، فلا يتضرر أحد من الطرفين. وكذلك لو قال: زارعتك هذه الأرض على أن يكون زرع الجهة الفلانية لي والباقي لك، فهذا أيضا لا يصح لما فيه من الجهالة، لأنه قد لا يحصل إلا ما شرطه، ويكون حق العامل هدرا، فلا بد أن يكون النصيب المشترط لأحدهما جزءا مشاعا يقل ويكثر ويرتفع وينخفض بحسب الموجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.
نعم، لأن في المذهب أنه يشترط أن يكون البذر والغراس على رب المال، وهذا الشرط غير صحيح، لأن هذا يخالف ما عليه العمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه دفع الغراس والبذر لأهل خيبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإجارة. نعم، تصح الإجارة مأخوذة من الأجر، وهو المجازات. نعم، يقال آجره الله على عمله إذا جازاه عليه، وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف الإجارة وإن كان طويلا. فقوله عقد على منفعة يخرج العقد على العين، لأن العقد على العين يكون بيعا ولا يكون إجارة. وقوله مباحة يخرج المنفعة المحرمة، كما لو استأجرها للغنى أو استأجر آلات الملاهي للطرب، هذا نفع محرم والعقد عليه باطل. قوله من عين معينة وموصوفة، هذا فيه تقسيم الإجارة إلى إجارة عين وإجارة منفعة. إجارة عين يعني تكون المنفعة من عين معينة، أو تكون المنفعة من عين موصوفة في الذمة، فيجوز هذا. يجوز أن يؤجر دارا معينة أو سيارة معينة، الدار لسكناها والسيارة لركوبها أو الحمل عليها، ويتعلق العقد بهذه العين ولا يتعداها إلى غيرها، أو على عين موصوفة في الذمة، كأن يقول استأجرت منك دارا صفتها كذا وكذا ومرافقها كذا وكذا، أو استأجرت منك سيارة من موديل كذا وكذا وصفتها كذا وكذا، فيصح هذا لأن هذا ينضبط بالوصف. وقوله مدة معلومة يخرج كالشهر والشهرين والسنة، كان يقول استأجرت منك هذه الدار سنة أو شهر أو أسبوع، فإن استأجرها منه بدون تحديد المدة فالعقد باطل، لأن المدة مجهولة ويحصل النزاع. أو على عمل معلوم، تكون الإجارة على عمل معلوم، أن يستأجر شخصا ليعمل له عملا، كأن يبني له دارا أو يخيط له ثوبا أو يحمل له شيئا إلى مكان معينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تصح بثلاثة شروط. والإجارة على نوعين: إجارة على منفعة وكما سبق، وإجارة على عمل. نعم، قال: تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. تصح الإجارة بثلاثة شروط: الشرط الأول معرفة المنفعة، لأن يقول أجرتك هذه الدار لسكناها مثلا. نعم، أو أجرتك هذا العبد ليخدمك أو للكتابة ليكون كاتبا لك. نعم، أو ليكون عاملا عندك، تحدد المنفعة. نعم، وتعليم علم. نعم، كسكن دار، كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. كسكن دار يعني أجرتك هذه الدار لسكناها، وكذلك أجرتك هذا العامل للخدمة ليخدمك، أو أجرتك هذا الشخص ليعلم أولادك، يعلمهم الفقه والتوحيد أو اللغة، أو يعلمهم المهنة والحرفة. نعم، الثاني معرفة الأجرة. الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، لأنها هي المقصودة بالعقد، فلا بد من معرفتها. فلو قال أجرتك هذه الدار أو هذا
الخادم أو هذا المعلم أجرتك إياه ولم يبين الأجرة لم يصح العقد، لأن هذا يفضي إلى النزاع. نعم. وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. يستثنى من قوله معرفة الأجرة استئجار الأجير بطعامه، استئجار الأجير بطعامه، لأن هذا يرجع فيه إلى العرف، لأن طعام الشخص يعرفه الناس، ومعرفة الناس له يقوم مقام الاشتراط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وموسى عليه السلام أجر نفسه لشيخ مدين بطعامه وبزواجه من ابنة الشيخ، فدل على أنه يجوز تأجير الأجير بطعامه، وهو عند العوام مستعمل إلى عهد قريب، فيقول استأجرته بنفقته. نعم. قال وإن دخل حماما. الضئر نعم. كذلك الضئر يصح استئجارها للإرضاع، الضئر هي المرضعة، فيجوز استئجار المرأة ذات الحليب لترضع طفلا بطعامها وكسوتها، ويرجع في ذلك إلى العرف، قوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله سبحانه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فدل على أن المرضعة يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها، وإن كان ذلك غير محدد، إلا أنه يمكن معرفته بما جرت به العادة. نعم. قال وإن دخل حماما أو هذه الصورة الثالثة، يعني يستثنى من معرفة الأجرة ثلاث صور: الصورة الأولى الأجير بطعامه، الأجير بطعامه، والصورة الثانية استئجار الضئر بطعامها وكسوتها، يعني المرضعة. نعم. والصورة الثالثة إذا كان الشيء محددا عند الناس فلا حاجة إلى ذكر ذلك في العقد، بل يكفي ما تعارفه الناس، وأشار إليه بقوله إن دخل حماما، وهو محل الحمام معناه محل الاغتسال للتنظف والعلاج، وكانوا يتخذون الحمامات التي فيها الماء الدافي والحمامات المصونة من أجل إذا دخلها الإنسان يخرج ما فيه من العرق وما فيه من الأوساخ، ويذهب ما فيه من أوجاع المفاصل، كانوا يستعملون الحمامات لهذه الأغراض، وكانت إجرتها محدودة معروفة، فلا داعي إلى أنه يتعاقد مع صاحب الحمام عند الدخول، بل يدخل ويدفع له ما جرت به العادة. وكذلك السفينة والتكسي، السيارة التي أو الدابة التي تحمل الناس في الطريق أو خط البلدة، هذا شيء محدد، فلا يحتاج إلى أنه يقف مع صاحب السفينة أو صاحب السيارة أو صاحب الدابة الذي يحمل الناس ويقول له لا بد أن تكون المسافة كذا وأن تكون الأجرة كذا، لأن هذا جرت به العادة، فيركب ويدفع له ما جرت به عادة البلد في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا. أعطى ثوبه قصارا، وهو الغسال، واحد فاتح محل لغسل الثياب ومحدد سعر الثوب، غسل الثوب، ما في حاجة إلى أنه يتعاقد معه، بل يدفع إليه ثوبه ويدفع له ما جرت العادة على غسل الثوب. نعم. أو خياطا. أو خياطا، واحد خياط فاتح محل خياطة الثياب وبقدر معلوم متعارف عليه، فلا حاجة إلى أنه يتعاقد معه بين الأجرة، لأنها معلومة من العرف. نعم. قال بلا عقد صح بأجرة العادة. نعم.
ما يعني يصح تصح هذه الأشياء بلا عقد، واعتمادا على ما جرت به عادة الناس فهي التي تحدد الأجرة. فإذا كانت الأجرة معلومة المقدار بالعرف فإن هذا يكفي، أما إذا لم تكن معلومة المقدار بالعرف فلا بد من تحديدها خروجا من النزاع. نعم، إذن هذا اختصار الشرط الثاني، نقول معرفة الأجرة إذا لم تكن معروفة بالعرف، محددة بالعرف، هذا هو. نعم، أحسن الله إليك. الثالث، الإباحة في العين. الثالث أن تكون العين مباحة، ثم مثل للمحرم، يعني يخرج المحرم، يخرج إذا كانت المنفعة محرمة فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى، كما لو استأجر امرأة للزنا أو استأجر مطربا لضرب المزامير والأغاني أو أجر داره لتكون كنيسة أي معبدا للنصارى، لأنها عبادة النصارى باطلة وشرك بالله عز وجل، أو أجر داره لبيع الخمر أن يعمل فيها المستأجر عملا حراما، وكل هذه الأمور لا تصح فيها الإجارة لأن النفع محرم، ويشترط في الإجارة لصحة الإجارة أن يكون النفع مباحا. نعم. قال: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا تجوز إجارة هذه الأشياء ليعمل فيها شيء محرم، لأن هذه المنفعة حرام فأخذ العوض عليها حرام. وهذا مما يؤكد على المسلمين الذين يؤجرون المحلات في وقتنا الحاضر أن يتحرزوا أن تستأجر أملاكهم لمعصية الله عز وجل، كأن تكون دورا للبنوك الربوية أو المصارف الربوية، أو تكون محلات دعارة أو محلات فسق، فإن هذا يرجع بالوبال عليهم، وما يأكلونه يكون حراما. كذلك الذين يؤجرون الاستراحات وفيها البث المباشر الخبيث وفيها الدشوش، فإن هذا نفع محرم وكسب محرم، فعليه من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطهر مكاسبهم ومآكلهم ومشاربهم، فإن الحرام ضرره عظيم وآثره خطير، فقد جاء في الحديث أن الذي يأكل الحرام أو يلبس الحرام أو يشرب الحرام لا يستجاب له دعاء. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.